إقناع الأبناء بالقيم والمعتقدات وتحقيق الأهداف من خلال، أنا قلتها هذه بس بكررها تو بالبنط العريض، من خلال تبيين أهميتها، من خلال تبيين أهميتها. يعني مثلا أتكلم عن الصلاة، يا أخي أقول له ما روح صلي وبس، إيش فايدة الصلاة؟ كيف أهمية الصلاة؟ زيارة الأب والأم، أنا أريد أزور أبوي وأمي جدته، أقول له خل نروح نزور أم اليوم جدتك، وتبين أهمية فضل الوالدين وطاعتهم. أنا لما أجلس مع والدي أشوف قناة ناشونال جيوغرافيك، هذه قناة معروفة تجيب، أنا في البيت القنوات هذه اللي دائما تعجبني أخمس فيهن، يعجبني التخميس كنا ناشونال جيوغرافيك والديسكفري، هذه قنوات ثقافية يعني عن الحيوانات وعن القنوات علمية، خلينا نقولها قنوات علمية. لما يجلس عندي ولدي ما أقدر أشوف شيء، يسأل عن حواء وعروقها، يعني مثلا شاف الأسد يسأل 600 سؤال عن الأسد، ليش سوى كذا؟ لماذا فعل ذلك؟ هين راح؟ كيف بدأ النمر؟ عن مثلا الكواكب، يسأل عن كل شيء. فالأبنائنا وخاصة قبل سن المراهقة أو في المراهقة يسألوا كثير، فأنت جاوب على أسئلته قبل لا يسألها. نعم الصلاة، الصلاة أهميتها هكذا وهكذا وهكذا.